بالنسبة لقسم الشؤون المدنية بقوات الطوارئ العاملة في جنوب لبنان، كتير بيلفتني الحقيقة الدعم لتطوير ودعم التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية من خلال استغلال الطاقات والموارد الموجودة بالمنطقة وإعطائها قيمة اقتصادية، وهذا الشيء طبعا بيساهم بتحسين وله أثر مباشر على مستوى معيشة السكان المحليين. أمر آخر بيلفتني بنشاطاتهم أنه على طول في حرص على مشاركة المرأة في هذه المشاريع من أجل تطويرها ودعمها وإعطاء محلها ومكانها الذي يجب أن تتبوأ بأسرتها وبالتالي بالمجتمع، وهذا له انعكاس طبعاً على تنمية المجتمع وعلى مستوى معيشته كاملة. قسم الشؤون المدنية باليونيفيل هو المساعد الأول. أنا استلمت بلدية من سنة 2010، كانوا يقومون بكل ما بوسعهم بكل إمكانياتهم لهالمنطقة هاي بالمساعدات. كان في عنا بناء للصليب الأحمر اللبناني، هيدا قاموا بمساعدتنا في بهالموضوع هيدا، اولا للمدارس وثانيا للبلديات، يساعدوا بكل الاعمال اللي كانوا تقوم فيها البلديات. احد الاجهزه المهمه بقوات الطوارئ الدوليه العامله بجنوب لبنان هو مكتب الشؤون المدنيه. اهميته بياخذها من سرعة تلبيته لمتطلبات المجتمع المدني والإدارات المحلية والدعم السريع لها. مثلا بأزمة كوفيد كان أحد الداعمين الأساسيين، لأن بانطلاق حملة محاربتنا للكوفيد وبرصد الكوفيد وما زال الدعم مستمر لحد هلأ. الجهوزية التامة عنده وسرعة اتخاذ القرارات وسرعة التدخل بتعطيها الأهمية الكبيرة اللي بتخلينا نباشر بالأعمال الطارئة اللي مفروض نتصدى لها. قسم الشؤون المدنية في اليونيفيل دايماً بيعمل على رفع قدرات المرأة في المجتمع المحلي وبيتابع عملية تطويرها وزيادة ثقافتها ومعرفتها، ونحن كتعاونية قدمنا من اليونيفيل فرن لصناعة الحلويات وأيضا مكنة لتصنيع الكاتشب البندورة وإلى آخره وعجانة وفريزر لحفظ المأكولات. قسم الشؤون المدنية باليونيفيل على عدة مساعدات لنا. أولا مساعدات العينية من خلال بعض المعدات اللي ساعدتنا على قدرة الإنتاج أكثر، ومن خلال بعض الدورات اللي خضعنا إلها عندهم، هي دورات تدريبية لحتى نحن نتأهل نكون صنع منتج ذات جودة عالية. أهمية العمل يلي قام فيه مكتب الشؤون المدنية بهالمنطقة كان أكيد في له مساهمة ودور كتير فاعل بمسيرتنا، كمان بتقديم كرتاسية وعديد من التجهيزات يلي فعلت عملنا.